يقول: إن والدي حانوت أعمل به في إجازة الصيفية حوالي 12 ساعة في اليوم، ولا يقوم والدي بإعطائي نفقات شخصية إلا إذا قمت ببعض الزيارات إلى أقاربنا، علما بأنني أشتري الكثير من الكتب والأشرطة والمجلدات، ولا أستطيع تدارك أموري ديني إلا إذا كان لدي شيء من المال والنفقة، فهل علي إثم إذا أخذت من محصول ذلك الحانوت دون أن يعلم والدي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا شك ان خدمة الوالد وطاعة الوالد انه عمل بر وطاعة لله سبحانه وتعالى، فانت محسن في كونك تقوم بعمل والدك وخدمته، ولكن هذا لا يبيح لك ان تاخذ شيئا من ماله الا باذنه، فاذا اذن لك فلا باس، اما ما دام انه لم ياذن لك فانه لا يحل لك ان تاخذ من ماله شيئا، واذا كنت ترى ان هذا في مقابل العمل الذي تقوم به فلا بد ان تتفق انت واياه على أن يدفع لك مبلغا من المال في مقابل هذا العمل أو مرتبا شهريا، فلا بأس أنك تتفق معه على مرتب أو على مبلغ من المال من أجل قضاء حوائجك، أو تطلب من والدك أن يشتري لك الحاجات التي تريدها، المهم أنه لا بد من المفاهمة مع والدك، أما أن تأخذ شيئا من غير أن يدري فهذا لا يجوز، أيضا ربما يكون هذا سببا في قطيعة أو يكون سببا فيما بعد إلى سوء التفاهم بينك وبين والدك. أو يكون سببا في إغراض والدك عليك. جزاكم الله خيرا.